هذا يسأل عن إنسان أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم دخل مكة ثم خرج خارج المواقيت، فهل تجب عليه عمرة أخرى؟ لا، ما تجب عليه عمرة أخرى، لكن إن أراد أنه يعتمر عمرة أخرى فله ذلك زيادة خير، وإن لم يرد تكفي العمرة الأولى ويتمتع بها إلى الحج. نعم.